السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة ورود حسين من مدرسة القيم الأهلية. اليوم سوف نكمل سلسلة الدروس التفاعلية من مادة الرياضيات، وسوف نتعرف على الموضوع الثاني من الفصل التاسع، كسور الوحدة كأجزاء من مجموعة. اسم موضوعنا هو كسور الوحدة كأجزاء من مجموعة. قبل أن نبدأ درسنا الجديد نراجع الدرس السابق. درسنا السابق اللي هو كان اسمه كسور الوحدة، نراجع درس كسور الوحدة. مثل ما قلنا بالدرس السابق، نلاحظ في هذا الشكل توجد دائرة، في الشكل توجد دائرة، هذه الدائرة مجزأة إلى ثلاث أجزاء متساوية، فقط لدينا جزء واحد ملون باللون الأخضر. هذا الجزء الملون باللون الأخضر يمثل لي البسط، يمثل البسط، والمقام هو عدد أجزاء الدائرة جميعها، عدد أجزاء الدائرة جميعها. إذن البسط هو الجزء الملون والمقام هو عدد أجزاء الدائرة جميعها. درسنا الجديد اليوم اللي هو كسور الوحدة كأجزاء من مجموعة. كسور الوحدة كأجزاء من مجموعة، مجموعة يعني ينطيني مجموعة أشكال أريدني أمثلها على شكل كسر. نلاحظ في هذا الشكل عندي مجموعة من القلوب، مجموعة من القلوب، قلوب حمراء، وفقط عندي قلب واحد ملون بلون مختلف عن هذه القلوب. مجموعة من القلوب، نلاحظ أن مجموع القلوب هي أربعة، مجموع القلوب أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هذه القلوب مجموعها أربعة. نلاحظ عندي فقط قلب واحد لونه مختلف وهذه الثلاثة حمراء، لكن أني هسه من أريد أجي أمثل البسط يعني يقول لي مجموعة، هاي المجموعة أريد أمثلها على شكل كسر. كيف أمثلها على شكل كسر؟ واحد على أربعة. الواحد شلون عرفنا البسط واحد؟ لأن هو فقط من المجموعة لونه مختلف، فقط هذا القلب هو لونه مختلف. إذن هذا هو الذي يمثل البسط، هذا القلب هو يمثل البسط. ليش مثل لي البسط؟ لأن لونه مختلف، لونه مختلف. الأربعة شنو هاي اللي بالمقام؟ هي مجموع القلوب جميعها، نجمعهم كلهم سوا ما نترك واحد، نحسبهم واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا مجموع القلوب ايش قد؟ أربعة، مجموع القلوب أربعة. إذا عندي بالبسط واحد والمقام أربعة، البسط هو فقط القلب اللونه مختلف، والمقام هو مجموع القلوب جميعها، مجموع القلوب جميعها. نحسب نفس اللون وغير اللون، هاي كلها نحسبها سوا من الريد، نجي على المقام، بالمقام نكتب مجموع القلوب جميعها، ونقول فقط الأحمر أو فقط لا، نجمعها كلها سوا. نأخذ مثال آخر للتعرف أكثر على الموضوع. نلاحظ في الشكل سارة، سارة يلا يا سارة، سارة ماذا نشاهد في الشكل؟ ماذا يوجد؟ يلا يا سارة. نعم سارة، ماذا تشاهد في هاي المجموعة؟ شنو هاي الصورة؟ ثلاث لعبات. لعبات، أحسنتي. زين هذه اللعبات هل هي كلها شكل واحد؟ كلها نفس الشكل هذه يا سارة؟ لا لا، أحسنتي، مو كلها نفس الشكل. أحسنتي يا بطلة، شكرا للمشاركة. أحسنتي يا سارة. عفوا ست. سارة قالت إنه عندنا هذه ثلاث لعابات لكن مو كلها نفس الشكل. إجابة سارة صحيحة، عندنا هنا توأم، هذه اللعابات توأم ولابسين حتى نفس الملابس، لكن هذه اللعابة
تختلف عنهم، هاي فستانها وردي وهذول هنا فستانهم لونه ازرق. زين اني من اريد اجي هاي المجموعه اللعابات امثلها على شكل كسر، هاي اللعابات الثلاثه امثلها على شكل كسر، كيف اميز البسط من المقام؟ البسط هو اللعابه المختلفه، البسط هي هذه اللعابه المختلفه، هاي راح تمثل لي البسط واحد فقط، عندي فقط لعابه واحده هي مختلفه، فقط لعابه واحده هي مختلفه. المقام، المقام هي عدد اللعابات جميعهم ثلاث لعابات، اذا اكتب المقام ثلاثه، البسط واحد والمقام ثلاثه. شلون عرفنا البسط واحد؟ لان يعني عندي فقط لعابه واحده مختلفه، فقط هذه اللعابه هي مختلفه، هذه فقط لها لابسه وردي وذو لابسين ازرق. لكن من اريد شلون اعرف المقام؟ عدد المجموعه، ايش قد المجموعه؟ واحد اثنان ثلاثه، اذا مجموع اللعابات ثلاثة، إذا بالمقام نكتب ثلاثة. وأحسنت يا سارة. ما الكسر الذي يمثل الشكل؟ سوف أطلب مساعدة أحد التلاميذ ليقول ما هذا الشكل؟ ماذا يوجد في هذه المجموعة؟ مصطفى، يلا يا مصطفى. واحد على مصطفى، ماذا يوجد في الشكل؟ واحد على زين، ما هذا الشكل؟ هو شنو عندي أنا هاي؟ شنو هي هذه الصورة؟ تفاحات. تفاحات، أحسنت يا بطل. مصطفى، هذه التفاحات كلها نفس اللون؟ لا، واحدة مو نفس اللون. زين هذه التفاحة الواحدة اللي لونها أخضر، هاي ماذا تمثل؟ البسط أم المقام؟ البسط. أحسنت يا بطل وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. أحسنت يا مصطفى. عفوا أستاذ. حبيبي. إذا قال مصطفى عندي هاي التفاحة اللي باللون الأخضر هي اللي تمثل لي البسط، والمقام هو مجموع التفاحات جميعهم، مجموع التفاحات، يعني أنا عندي تفاح من أجي أعد التفاح أعده كله، إن كان أخضر أصفر أحمر كلهم أعدهم سوا أعدهم، لكن أنا من أريد أمثل البسط فقط أطلع التفاحة اللي لونها مختلف، هي هاي اللي تمثل لي البسط، اللي هي التفاحة باللون الأخضر هي اللي مثلت لي البسط. والمقام هو مجموع التفاحات جميعهم، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، عندي سبع تفاحات، إذن واحد على سبعة، واحد على سبعة، واحد هو البسط والمقام سبعة، وما ننسى إنه هذا هو خط الكسر، خط الكسر، وما ننسى إنه البسط يكتب فوق خط الكسر والمقام هو تحت خط الكسر، إذن البسط واحد والمقام سبعة. شكرا لك يا مصطفى وبارك الله فيك. نشاهد في هذا الشكل مجموعة من ورق الأشجار، مجموعة من ورق الأشجار، نطلب مساعدة رقية، يلا يا رقية أحمد. رقية. نعم رقية، كم ورقة الشجرة عندي هنا؟ كم ورقة؟ خمسة. خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أحسنتي. رقية كلهم نفس اللون؟ لا، كم واحدة لونها مختلف؟ واحد. أحسنتي، شنو لون هاي الوحدة المختلفة؟ يا لون هذا أخضر. أخضر، أحسنت يا بطلة. زين قلنا اللون المختلف ماذا يمثل، البسط أم المقام؟ بسط. أحسنت يا بطلة، والمقام؟ نحسبهم المقام، كم واحدة عندي المجموع؟ خمسة. خمسة، أحسنت يا بطلة وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. شكرا ست. عفو حبيبتي. أجابت رقية إجابة صحيحة، إجابة رقية كانت قالت إنه اللون الأخضر هاي هي اللي تمثل للبسط،
والمقام هو مجموع أوراق الأشجار جميعهم. مجموع الأوراق اللي هي كم ورقة عندي ما شجرة؟ 1 2 3 4 5. إذن المجموع 5. المجموع وين قلنا شنو هذا الشيء مثل المقام؟ البسط فقط هو اللون المختلف. البسط هو اللون المختلف، اللون المختلف يمثل لي البسط. 1 فقط عندي واحدة لونها أخضر، إذا كتبنا 1 بالبسط والمقام 5 اللي هي مجموع أوراق الأشجار. أحسنت يا رقية وبارك الله فيكي. كيف أمثل الكسر من المجموعة؟ يوسف مصطفى، يلا يا يوسف ماذا نشاهد في الشكل؟ شنو هاي مجموعة شنو عندي؟ تسمعني يا يوسف؟ نعم، 6 المجموع. مجموعهم 6، زين كلهم نفس اللون؟ لا. كم واحد عندي لونه مختلف؟ 1. 1 شنو لونه هذا الواحد؟ أسود. أسود، أحسنت يا بطل، بارك الله فيك، شكرا للمشاركة. أظهر هنا عندنا يوسف. يلا يا يوسف. يوسف عدنان، محمد، يلا يا محمد. افتح المايك محمد. ألو، يلا حبيبي محمد، زميلك قال عندنا 6 في الشكل. هنا أنا عندي هاي المجموعة متكونة من 6 وعندي فقط 1 مختلف لونه أسود، هذا اللي واحد نعم 1 على 6. أحسنت يا بطل، 1 على 6. زين هذا الواحد ماذا يمثل؟ البسط أم المقام؟ الواحد ماذا يمثل؟ أحسنت يا بطل، أحسنت يا بطل وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. شكرا. عفو حبيبي. نلاحظ في هذا الشكل إنه إحنا عندنا مجموعة مجموعهم 6، مجموعهم 6، لكن عندنا فقط 1 لونه مختلف اللي هو باللون الأسود. هذا عندنا هنا فقط 1 لونه مختلف باللون الأسود، هذا المختلف ماذا يمثل؟ يمثل لي البسط. مثل لي البسط لأن قلنا إحنا عندنا مجموعة، أريد أمثل الكسر من مجموعة، عندنا فقط اللون مختلف اللي هو هذا باللون الأسود 1، فقط عندي 1 هذا هو اللي مثل لي البسط. والمجموعة كم مجموعهم كلهم؟ المجموع 6، 1 2 3 4 5 6، مجموعهم 6. أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم. هيا يا صغار الأبطال نجلب كتاب الرياضيات ونحل معا صفحة 152 وصفحة 153. نكمل يا أبطال فقرة أتعلم.
فقرة أتعلم تنطيني عدد من الكرات، عدد من الكرات. يمثل كسر الوحدة شيئاً واحداً من الأشياء المتماثلة في المجموعة. توجد كرة حمراء واحدة من خمس كرات متماثلة في المجموعة. كم كرة هو منطيني؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. نلاحظ عندي فقط كرة واحدة لونها مختلف. كرة واحدة فقط لونها مختلف. إذن هاي الكرة الواحدة لونها مختلف ماذا تمثل؟ تمثل الباسك. تمثل الباسك. هذه واحدة من هي من خمس كرات. هاي الواحدة المختلفة هي من خمس كرات من ضمن المجموعة، لكن شنو لونها؟ لونها مختلف. لونها مختلف. إذن هاي مدام إنه فقط كرة واحدة عندي هنا لونها مختلف، هذه هي تمثل لي الباص واحد. المقام مجموع الكرات جميعهم قلنا مجموعهم خمسة، إذن واحد على خمسة، واحد على خمسة. نأتي إلى فقرة أتأكد. اقرأ الكسر الذي يمثله الشيء الملون بالأحمر وأكتبه. هو منطيني إياه، قايل لي الشيء الملون باللون الأحمر. الملون باللون الأحمر. نلاحظ في الشكل، أول نقطة بالكتاب محلولة، هذه النقطة محلولة بالكتاب. نلاحظ هاي كابسة الأوراق، كم كابسة عندي؟ أربع كابسات، واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد على أربعة. راح تسأل تقول هاي شلون إنه كتب واحد على أربعة؟ نلاحظ إني عندي فقط كابسة واحدة لونها أحمر، فقط واحدة لونها أحمر، فقط هذه عندي لونها أحمر، والمجموع هم ايش قد؟ أربعة، إذن واحد على أربعة كتبنا، واحد جزء واحد من أربعة، إذن واحد على أربعة الكسر. نأتي على السؤال الثاني، نشاهد في الصورة مقص، مقص فقط يقول لي يمثل، اقرأ الكسر الذي يمثل الشيء الملون بالأحمر. نشوف هنا كم مقص عندي ملون باللون الأحمر؟ يوسف عدنان. يلا يا يوسف عدنان. نعم. يوسف كم مقص عندي ملون باللون الأحمر؟ ستة. اللون الأحمر مجموعهم ستة، أحسنت يا بطل بارك الله فيك، لكن كم مقص لونه أحمر؟ واحد. واحد، أحسنت يا بطل. زين هذا الواحد المقص الأحمر ماذا يمثل؟ هذا الأحمر البسط أم المقام؟ بس. أحسنت يا بطل. المقام؟ المقام ستة. أحسنت يا بطل وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. واحد على ستة، واحد على ستة. يلا يا درر، درر ساعدينا في حل مسألة رقم ثلاثة. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام. أهلا يا وردة. درر، درر نشاهد نعم في رقم ثلاثة مجموعة من الأقلام، كم مجموع الأقلام هنا؟ يلا يا درر كم قلم عندي هنا؟ ثلاثة. ثلاثة، أحسنتي. ثلاثة. ثلاثة، كم قلم ملون باللون الأحمر؟ واحد. واحد، زين هذا اللون الأحمر ماذا يمثل؟ البسط أم المقام؟ واحد. أحسنتي، واحد، هذا الواحد يمثل لي البسط. المقام كم أكتب بالمقام يا درر؟ واحد على ثلاثة. أحسنتي يا بطلة وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. واحد على ثلاثة. أحسنتي يا وردة بارك الله فيك. حبيبتي. نقطة رقم أربعة، ألون لأمثل الكسر. ألون لأمثل الكسر، منطيني عدد من الفراولات. كم فراولاية عندي هنا؟ سبعة، وكاتب لي واحد على سبعة، أنا لازم ألون حتى أمثل الكسر. ألون، كاتب لي واحد على سبعة، نفكر، يلا نجاوب، يلا يا أبطال.
ميان. يلا يا ميان. نعم ست. أهلا يا وردة. ميان. نعم. نقطة رقم 4 منطيني عدد من الفراولة. بدي أشوف كم فراولة عندي هنا. 7. 7. زين. كم فراولة ألون حتى أمثل الكسر؟ واحدة. واحدة. أحسنتي. هذه الواحدة ماذا تمثل؟ البصمة المقام. واحد على 7. أحسنتي يا بطلة. بارك الله فيك وشكرا للمشاركة. أحسنتي. شكرا. عفوا حبيبتي. جعفر. يلا يا جعفر البطل. جعفر. أهلا يا جعفر. جعفر نقطة رقم 5. نقطة رقم 5 منطيني مجموعة من التفاحات ومنطيني الكسر 1/5. أريد أن ألون حتى أمثل الكسر الصحيح. كم تفاحة ألون يا جعفر؟ 1. أحسنت يا بطل. 1. هذا الواحد ماذا يمثل؟ البصمة المقام. بسط. أحسنت يا بطل وبارك الله فيك شكرا للمشاركة. أحسنت. يلا يا حمزة. أين أنت يا حمزة؟ نعم. حمزة نقطة رقم 6 عندي عدد من الموزات 6. منطيني الكسر 1/6. 1/6. أريد أني ألون حتى أمثل الكسر. كم موزة ألون؟ 1. أحسنت. موزة واحدة. هذه الموزة الواحدة الملونة ماذا تمثل؟ البسط أم المقام؟ البسط والمقام 6. أحسنت يا بطل وبارك الله فيك. إجابة صحيحة. شكرا للمشاركة. شكرا سالسي. عفو حبيبي. ليلى. يلا يا ليلى. ألو سامحة. ألو حبيبتي ليلى. أهلا ليلى. فقرة أتحدث. ما الكسر الذي تمثله كرة واحدة من بين 6 كرات؟ ليلى كم كرة لازم أني أرسم؟ بس وحدة. بس وحدة نرسم؟ 6. أحسنت يا بطلة. نرسم 6 كرات. ليلى كم كرة لونها أحمر عندي بالصورة؟ تسمعيني ليلى؟ بس وحدة. أحسنت يا بطلة. هذه الكرة الحمراء ماذا تمثل؟ البسط أم المقام؟ البسط. البسط. أحسنت يا بطلة وبارك الله فيك. شكرا للمشاركة. باي. باي حبيبتي. يوسف حيدر. يلا يا يوسف حيدر. مرحبا سانسي. أهلا حبيبي. أهلا يوسف. يوسف ليلى جاوبتنا وقالت فقط عندنا هنا دائرة ملونة باللون الأحمر. هذه الدائرة الملونة باللون الأحمر ماذا تمثل؟ البسط أم المقام؟ البسط. أحسنت. البسط. زين مجموع الدوائر جميعهم ايش قد؟ كم المجموع؟ 1/6. أحسنت يا بطل. 1/6. إذا نكتب 1 هو البسط لأن عندي فقط دائرة واحدة ملونة باللون الأحمر وستة هي مجموع الدوائر جميعها. أحسنت يا بطل وبارك الله فيك. شكرا للمشاركة. إذا عندنا الواحد البسط. كيف عرفنا الواحد بسط؟ عندي فقط
كرة واحدة ملونة باللون الأحمر، فقط كرة واحدة ملونة باللون الأحمر، لكن المجموع الكرات هو يمثل المقام، ما نقول فقط الأصفر، لا، الأصفر مع الحمراء، لأن هذه الكرة الحمراء هي جزء من هذه الكرات، جزء من المجموعة، أنا عندي هذه مجموعة كاملة، إذن الكرات جميعها هي تمثل المقام، والكرة الحمراء هي تمثل البط. شكرا لكم ولإجاباتكم الصحيحة، أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم. ياسمين هيثم، ألو، نعم، أهلا ياسمين. رقم 7 فقرة أحل، انتقلنا حاليا إلى فقرة أحل. اقرأ الكسر الذي يمثله الشيء الملون بالأخضر واكتبه. أنا عندي هنا نشوف، نلاحظ هنا صورة أولاد، هذول الأولاد لابسين، 4 منهم لابسين أحمر، واحد فقط لابس أخضر. طالب من عندي أمثل الشيء الملون بالأخضر. أول شيء كلهم 5. أحسنتي يا بطلة، المجموع 5، أحسنتي. المقام، نعم، الواحد الأخضر بالبصل. أحسنتي يا بطلة وبارك الله فيك. 1/5. أحسنتي، شكرا للمشاركة. أنت يا وردة. شكرا سانسي. عفوا حبيبتي. هيا، يلا يا هيا. نعم ست. هيا نلاحظ في رقم 8 شنو نشوف هذا الشكل؟ شمسيات. شمسيات، أحسنتي، هاي شمسية عندي. عندي فقط واحدة ملونة باللون الأخضر، هذه الواحدة ملونة باللون الأخضر، ماذا تمثل، البسط أم المقام؟ البسط. أحسنتي، البسط، واحدة. مجموعهم ايش قد هم كلهم، مجموعهم شمسيات؟ 4. 4، أحسنتي، إذا ايش قد عندي بالمقام؟ 4، 1 على 4، أحسنتي يا بطلة وبارك الله فيكي، شكرا للمشاركة. عفوا. هنا مكتوب اسم بس مكتوب ايفون 854. افتح المايك. يلا يا بطل افتح المايك. نعم سانسي. اسمك او اسمك؟ فاطمة. يلا يا فطومة، فطومة الوردة، فطومة. رقم 9، لاحظ هنا رقم 9، منطيني صورة، ما هذه الصورة، شنو هاي، ما هذا الشيء، شنو اسمه؟ سيارة. سيارات. سيارة أم قبعة؟ سيارة. عندك قبعة. قبعة، أحسنتي يا وردة، هذه قبعة. نلاحظ عندي هذه القبعات كم واحدة، نحسبهم آنيات، يلا يلا يا فطومة، 1 2 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 أحسنتي، 9 قبعات عندي. كم واحدة ملونة باللون الأخضر؟ كم واحد لونها أخضر؟ 8. واحدة الأخضر واحدة. أحسنتي يا بطلة، هذه الواحدة ماذا تمثل، البسط أم المقام؟ البسط. أحسنتي يا بطلة وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. عفوا حبيبتي. قالت زميلتكم عندنا هنا القبعة الخضراء هي التي تمثل البسط، هي التي تمثل البسط. المقام هو مجموع القبعات، المقام هو مجموع القبعات، لأن شنو احنا قلنا، جزء من المجموعة،
جزء من المجموعة، يعني أنا عندي البسط هو جزء من المجموعة والمقام هو عدد القبعات جميعها. نأتي إلى رقم 10، ألون لأمثل الكسر، ألون لأمثل الكسر. حسن علي، يلا يا حسوني. حسن علي تسمعني يا بطل؟ إذا ماكو حسن علي ننتقل إلى علي محمد. علي محمد، يلا يا علاوي. علاوي، ألون لأمثل الكسر، كم مثلث عندي هنا بالمجموعة؟ كم مثلث؟ ثلاثة. أحسنت يا بطل. كم جزء، كم مثلث ألون في هذه المجموعة حتى أمثل الكسر؟ واحد. أحسنت يا بطل. المثلث الواحد هذا ماذا يمثل، البسط أم المقام؟ يلا يا بطل. بس أحسنت يا بطل وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. أحسنت، شكرا ساسي. عفو حبيبي. نلتقي إلى زينب، يلا يا زنوبة. نعم ساسي. زنوبة، 11، وصلنا إلى 11 في فقرة أحل. منطيني في هذا الشكل مجموعة من المربعات، منطيني 5 مربعات ومنطيني الكسر 1/5. طالب من عندي ألون لأمثل الكسر، الكسر عندي 1/5. إذا كم مربع ألون في هذه المجموعة؟ 1. أحسنتي، هذا المربع الواحد الملون ماذا يمثل، البسط أم المقام؟ بسط. أحسنتي، والمقام؟ والمقام المجموعة، هي كلها المجموعة. أحسنت يا بطل، رعاك الله. أحسنت يا وردة، شكرا. عفو حبيبتي. حسن علي، نرجع لحسن علي. إذا حسن علي ما موجود، عباس. حسن علي أو عباس، يلا يا أبطال. نعم سانسي. عباس؟ نعم سانسي. عباس، 12 في فقرة أحل، منطيني مجموعة من الدوائر، مجموعة من الدوائر ومنطيني الكسر 1/6. زين، كم دائرة ألون لأمثل الكسر؟ دائرة واحدة. أحسنت يا بطل، دائرة واحدة، لون هنا دائرة واحدة. زين، هذه الدائرة الواحدة ماذا تمثل، البسط أم المقام؟ البسط. أحسنت يا بطل، المقام هو مجموع؟ المقام كل الدوائر. أحسنت يا بطل وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. جاين. سنان. جاين. سنان عمار، يلا يا سنان. سنان، 13 منطيني عدد من المستطيلات، مجموعة من المستطيلات، وطالب من عندي ألون لأمثل الكسر، 1/7 ألون لأمثل الكسر، كم مستطيل ألون في هذه المجموعة؟ 6، ألون واحد بس. واحد، هذا الواحد ماذا يمثل، بسط أم المقام؟ بسط. أحسنت يا بطل، والمقام؟ المقام الكل. أحسنت يا بطل وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. شكرا سيد، عد قومين ورا لك إن شاء الله. حسن خالد، يلا يا حسوني. حسن خالد، أين أنت يا بطل؟
حسوني تسمعني؟ حسن، ننتقل إلى بنين. يلا يا بنين. نعم سيد. بنونة، رقم 14 في فقرة أحل منطيني مجموعة من النجوم، مجموعة من النجوم، وطالب من عندي ألون حتى أمثل الكسر. كم نجمة ألون؟ يلا يا بنونة، كم نجمة ألون؟ تسمعيني يا بنين؟ واحد. نجمة واحدة، هذه النجمة الواحدة ماذا تمثل؟ البسط أم المقام؟ واحد. أحسنتي، واحد. أحسنتي يا بنونة، شكرا للمشاركة. نعم. تسمع بنين، إذا تسمعيني هذه النجمة الملونة تمثل البسط؟ هل هي تمثل البسط؟ بسط. أحسنتي، تمثل البسط. أحسنتي يا بطلة، بارك الله فيك، شكرا للمشاركة. محمد؟ نعم. نعم. يلا يا محمد تسمعني؟ مع أساسي. محمد، 15 منطيني مجموعة من الدوائر وطالب من عندي ألون لأمثل الكسر. 1/9، كم دائرة ألون في هذه المجموعة؟ واحد. واحد، هذا الواحد ماذا يمثل، بسط أم المقام؟ بسط. بسط، أحسنت يا بطل، أحسنت يا بطل، وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. شكرا ساسي. عفو حبيبي. البسط واحد اللي هي الدائرة الملونة، والمقام هي مجموعة دوائر 9، إذن 1/9. شكرا لكم وبارك الله فيكم. محمد، يلا يا حمودي. نعم. نعم حمودي، طالب من عندي هنا كيف أمثل الشكل؟ مجموعة، شنو هاي شو قدامك، شنو هذي؟ نجوم. نجوم، أحسنت يا بطل، نجوم. كم نجمة عندي بالمجموعة؟ أربعة. أربعة، أحسنت، أربع نجوم، هاي مجموعة النجوم. كم نجمة لونها مختلف؟ كم نجمة ملونة باللون الأحمر؟ واحد. واحد، هذه النجمة الملونة باللون الأحمر ماذا تمثل، البسط أم المقام؟ البسط. البسط، أحسنت، اللي هي نجمة واحدة باللون الأحمر، والمجموع هو أربع نجمات. أربعة. أحسنت، إذن المقام أربعة. أحسنت يا بطل وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة. عفو حبيبي. هنا عندنا رقم بدون اسم 271، أرجو فتح المايك والمشاركة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا بطل. أنا محمد علي مراد. أهلا حمودي. أنا محمد علي مراد. يلا يا حمودي، حمودي لاحظ في هذه المجموعة ما هذا الشكل، ما هذا الشكل؟ مثلث. مثلث، كم مثلث ملون باللون الأخضر؟ واحد. واحد فقط، مثلث واحد باللون الأخضر. هذا المثلث الملون باللون الأخضر ماذا يمثل، بسط أم المقام؟ ماذا يمثل؟ أحسنت يا بطل، أحسنت يا بطل، المقام هو مجموع المثلثات. شكرا لك وبارك الله فيك، شكرا للمشاركة.
طيبة. يلا يا طيبة. طيبة الراجع هنا جدول الضرب يا طيبة. جد ناتج الضرب اثنان في اثنان. يلا يا طيبة أين أنت؟ يلا يا طيبة. أرجو من التلاميذ كتابة أسماءهم. نعم سامسي. عبد الله حسن ارفع الدفتر خل اشوفه. اثنان في اثنان. أربعة. أربعة. يلا يا رحمة. تسعة. تسعة. أحسنت يا بطلة وبارك الله فيك. أحسنت يا وردة. شكرا سامسي. أبا حبيبتي. اثنان في اثنان أربعة وثلاثة في ثلاثة تسعة. أحسنت. رتاج. يلا يا رتاج. أربعة في أربعة ستة عشر. أحسنت يا بطلة وبارك الله فيك. شكرا للمشاركة. شكرا. عفو حبيبتي. شكرا. عفو. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. نلتقي إن شاء الله في دروس أخرى. كانت معكم معلمة المادة ورود حسين من مدرسة القيم الأهلية.